السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، نتمنى تكون أموركم على خير وخير. اليوم إن شاء الله غادي نديرو طبق مغربي اللي كيتعاشر مع هاد البرد اللي هي رفيسة. مي قبل ما نبدا التفاصيل ديال هاد الوصفة ولا ديال هاد الطبق، بغيت غير نعتذر من الناس اللي البارح شافوا واحد الفيديو اللي نزل عن خطأ نزلوني ولدي من الطابليت، دونك كنعتذر منكم ودونك نمشيو إن شاء الله للتفاصيل. المهم كما قبل وقلت لكم غنديروا اليوم طبق ديال الرفيسه وغادي نخليكم مع التفاصيل. دونك بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو بالنسبه لهاد البلا، غادي نحتاجو الدجاج تقريبا شي دجاجه فيها كيلو و 200 غرام. غادي نحتاج هنايا واحد ما عرفتش حيت انا كندير عيني ميزاني، دونك واحد القدر ديال العدس كنرقدو في الماء باش ما يتفرتكش. كندير هنا تقريبا البصله شي كيلو، تقريبا كيلو شي حاجه، المهم كل واحد على حسب الذوق، تقدر تزيد تقدر تنقص، المهم انا كندير كيلو شي حاجه. عندي هنا شويه ديال حبرشاتي كنديرها، شويه ديال الحلبه ضروريه، البصله غبره، تندير شويه البزار، شويه الكنجبير، تندير زعفران عرق، كندير شويه ديال مسخن، وكندير هنا ثومه غبره، وكندير هنا العطريه ديال الدجاج، كندير غير شويه، كندير شويه ديال الملح راه بيان سور، واحد شويه ديال الغبره هذه راه تنديرها انا تتجيني الرفيسه ديالها زوينه، كندير شويه ديال الغبره ديال الحلبه غير شويه، واحد نص معلقه صغيره، كندير السمن وكندير زيت العود دونك وشويه الربيع. هذا الربيع ما كنقطعوش كنديروه صايم، دونك هذا بالنسبه وزعفران عرق كندير غير شويه زعفران عرق شويه. دونك سمحوا لي على الروينه، راه قاد حتى حاجه حيت انا زربانه خصني نوجد دغيا حيت وقت الغدا قرب. دونك فوالا، دونك هادشي كنقدم لكم طبيعي ما فيه لا زواق لا حتى شي حاجه، دونك على بركه الله غادي نبدا. دونك اول حاجه غنبداو بها هي غادي نشرملو الدجاج. هو نورمالمون كاين الناس اللي كيشرملوه كيبيتوه مشرمل باش يجي بنين، دونك انا ما كانش عندي الوقت حتى لاخر لحظه. دونك اول حاجه غادي ندير هي شويه ديال الملح، غندير واحد راس معلقه ديال الحلبه مطحونه، غندير واحد المعلقه كبيره ديال الزعفران عرق، غندير سكنجبير واحد جوج معالق، نتوما عارفين الدجاج كيفاش سكنجبير. المهم انا عيني ميزاني، نتوما كل واحد بالنسبه للعطريه كلها كنديرو معلقه ديال البزار كل واحد، و غندير واحد شويه ديال المسخن غير شويه، غادي نديرو واحد شويه ديال الثومه بودره، واحد شويه شي معلقه نص معلقه ماشي بزاف. غادي نديرو هاد العطريه ديال الدجاج، غنديرو غير حتى هي شويه باش نبنو. صافي هادشي اللي كاين، دونك فوالا. وغنديرو شوية السمن هكا هاد القدر، نسوي الشرمولة صافي، وغادي نديرو واحد شوية د الما. المهم كنديرو واحد شوية د الما، غير شوية ديال الما باش نديرو صافي، وغادي نخلطو هاد الدجاج. المارينات هاد المارينات باش يجي شويه بنين، وهذا شفتوا زدت واحد شويه د الماء وصافي، وماريني هاد الدجاج وغادي نخليه على ما وجدت المقادير الاخرى ان شاء الله. صافي خليكم معنا ما تمشيو فيه. المهم دابا هنايا كنوجدوا البصله اللي غادي نصبوا بها. فوالا غنحتاجو غير هاد ثلاثة، ثم بالنسبة للدجاج وجدوه يعني بيتوه موجود، أنا ما عنديش الوقت، ما كان يعني حتى لآخر لحظة عاد بغينا نصوبو الرفيسة، دونك ما كنتش معولة غنطيبها. غنديرو ثلاثة البصيلات صغار هما اللي غنصبو بهم
نوصفوا بهم. بالنسبه للفيسه اللي غندير، غندير الفيسه اللي هي زعما عاديه، ما فيها لا ما كاين لا بريستيج لا زواق لا حتى شي حاجه، غادي نطيبها عاديه كما كنا كنطيبوها ديما، ما كاينش هذه حاجه انني غنطيب جوست واحد شويه البصله ابار وحدها. المهم دونك بسم الله غادي نديرو اول حاجه، غنديرو شويه الزيت هنا، هادي غادي نصب الدجاج دونك من بعد ما درنا الزيت ودرنا شويه، غندير واحد شويه الملح، غنحاولوا غير نصفوا شويه البصله باش نقادوا شويه ديال شويه ديال السكينجبير، نحاولوا نقادوا غير لوغو ولا المذاق، شويه ديال الزعفران، غندير شويه البزار، شويه ديال الماء الحاره، شويه البصله نشفى لا بو ولا بودره، شويه ديال الثومه شي شويه، شويه ديال العطريه عشويه. المهم حيت ديجا عندنا الدجاج ماريني دونك فوالا غنديرو غير هكا، انا كنخلط بهاد السيليكون حيت هادي عندي ديال الخفاف الشق فقط ندير السيليكون. المهم بعد ما تشحرات البصله شويه غادي نديرو الدجاج حتى هو باش نشحرو فوالا. ديما كنعاود ناكد ان الدجاج ديال اي حاجه بطيبو غادي الاحسن لي يتشرمل قبل ان يكون حسن يجي بنين. دونك هنايا كنشرملو نزيدو عليه شويه، من بعد ما هذا تنشرملوه ونقليوه مزيان باش يدخل دوك العطريه بحال هكا، باش ما كاينش وقت بزاف دونك غادي نديرو غديسه نديرو شويه ديال الحلبه شويه. هما انا الطريقه ديالي هي هادي، ما كنعزل غادي نعزل شويه ديال الحلبه لانني باغاها ابار سا ما تنعزلش. برشاد غنديروه ولكن ماشي دابا، غنتسناو شويه حتى تيطيب لينا تقريبا. المهم غادي نحاول ندخل هاد الشيء هنا، غادي نحاول ندير شويه زيت العود دابا من بعد ما زدنا العدس والحلبه. دابا غادي خليناهم شويه شربوا ديك العطريه وداكشي، دابا غادي نزيدو هاد الراس ديال الثومه اللي غسلناه، وغادي نزيدو هاد شويه الربيع اللي غسلناه حتى هو ودرناه في القبيطات، ونسينا اهم حاجه ما درتهاش هي زعفران، ماشي مشكل غادي ان شاء الله نديروه كويس ونخلو عليه الماء طيب ونروحو ليه من بعد ان شاء الله. هاه دونك هو هذا دونك غادي نرويو، من بعد ما روينا غادي نزيدو هاد زعفران حر، هو نزيدو حيت نسيت ما درتش من الاول صافي، وغادي نسدو غادي نسدو عليها ونخليوها نخليوها طيب صافي. ومن بعد نمشيو دابا نديرو العجينه الدور ونقاو بقيه البصله باش انفو يطيب الدجاج نحيدوه ندخلو الفران ان شاء الله، ونزيدو البصله اخرى باش توجد لينا لاصوص باش نسقيو ان شاء الله. المهم دابا هي غادي ندوزو دابا هي التريد، درت هنا ثلاثه ديال الزليف تاع فورس، ودرت زلافه ونص ديال الفينو ولا ديال القمح سبيسيال، ولا ممكن تزيدو حتى القمح الكامل كل واحد على حساب الذوق ديالو. كنديرو هنا شويه الملح وصافي،
نحطو بماء بارد، نحطو بماء بارد. وهنايا وجدنا البصله، بعد ان شاء الله ما يطيح الدجاج غادي نحيدو، غنزيد هاد البصله باش هي باش غادي نسدو بها ان شاء الله. نديرها مع لاصوص. بالنسبه للعجينه غادي نخليوها تعجن حتى تبلك مزيان، ومن بعد نرجع معاكم. دونك من بعد ما ارتاحت العجينه شويه، مع الاسف ما عندناش بزاف الوقت، المهم ارتاحت واحد شويه، غنبداو نبيضوا فيها كما كنقولوا بحال هكا، غنديروها كويرات صغار. ومن بعد نوريكم واحد الطريقه اللي كنت ديجا درتها حطيتها لكم في القناه من ايد خالتي، ما غنعاودها معكم اليوم من عندي. كنتمنى تعجبكم. فوالا كتديروا كويرات صغار. بعد ما درنا الكوير صغار غادي نغطيوهم بهاد بابي الومونتير ونخليوهم يرتاحوا واحد الشويه. دونك من بعد ما الدجاج طاب غادي نديروه هنا في اللاطه، غادي ندهنوه ان شاء الله بشويه ديال السمن، شويه باش غير نحمرو وغندخلو الفران. وديك البصله اللي وريتكم قبيله انا زدتها هنا في الروا، ها هو دونك زدتها هنا في الروا، غادي نشعل عليها ونخليها تطيح، خليها طيح في الروا صافي. وهنايا هاد سميتها هاد الحلبه راها طابت، غادي غير راها تعسلات، هانتوما كتشوفوا كيفاش طابت. غادي غير نصفي هاد البلول هذا، خليكم معايا تشوفوني شنو الطريقه اللي غادي ندير. دونك الطريقه ديالي هي اللي المهم بصراحه كنديرها انا، درت ديجا الحلبه هنا في الروا، درت الحلبه في الروا، ولكن كنديرها بطريقه تاع هي زوينه، تنشد تنصفي هذاك الروا اللي طابت فيه الحلبه، دونك تنعاود نزيدو في الروا صافي. كنخلي الحلبه هنا ها هي طابت، كنحيدوها صافي، و تن مكربوش دونك نخليها هو صافي. غنصفي بهاد الروا، نخليه يطيب. دابا غادي ندهنو، هانتوما شفتو راه نص معلقه ديال السمن هي اللي غادي ندهن بها باش ندخل الفران. ولكن دابا غادي ندهنو ونخليه حتى من بعد تنحتاجو عاد نحمرو. غادي ندهنو. وبالنسبه للسمن ان شاء الله شي مره ندير معكم شي فيديو كيفاش كنديرو، كيفاش تعلمتو من الطريقه، كيفاش كنت كنشوف امي كتصوبو، وحتى عدوستي هي وراتني الطريقه ديالها. دونك الله يطول في عمرهم. دونك تمنى تحيه ليهم من هذا المنبر حتى انا نوري نسجل معكم ان شاء الله فيديو باش نوريكم الطريقه ديال السمن ان شاء الله. دونك من بعد ما صافي دهنتهم غادي نحطهم في الفران حتى نحتاجوهم ان شاء الله، وغادي نشعلو عليه. دونك خليكم معنا ان شاء الله. غنبداو دابا بالسمن. دابا هي غادي نرجعو ندير معكم التريد. كلشي هو غير خضر تريد. دابا انا غادي نقول لكم الطريقه ديجا كان فيديو عندي في القناه من ايد خالتي، انا غنعاود نفس الطريقه ديالها تقريبا. المهم نتمنى نكون غنطبقها غندير التطبيق الصحيح. دونك غادي ناخذ جوج كرات تنطلقوهم بحال هكا
نديرو واحد الكوبره وخا نحطو ناخذ ثاني اونكور ناخذ الاخرى ناخذ الاخرى ثاني. هذه طريقه ساهله دغيا دغيا توجد تريد و انا وليت كنعتمد يعني دغيا دغيا نطلقوا هذه بحال هكا. هذه زوينه الطريقه جربتها انايا، بغا يخلف على اللي علمنا اللي علمها لينا. الله تحيه لخالتي من هذا المنبر نجاة هي اللي وراتني هذه الطريقه، الله يخلف عليها. بحال هكا تطلقيها صافي و تدهني شويه هنا من بعد تحطيها. درتها كطيب هي تنخليها ما كنخليهاش تحمر بزاف، غير شويه حيت غنعاود نفورها دونك غير شويه ومن بعد غادي نحيدوها. وانتم شفتوا غادي نطلقتها صافي، غادي نحيد هذه صافي نحيدها نحطها هنايا وندير واحد شويه باش ما نديروش الزيت بزاف ما يجيش مزيت. نطلقوها نطلقوها سالينا. دونك هذه هي النتيجه النهائيه، مازال باقي عليها شي حاجه هنا دونك نكمل وخليكم معنا. حنا غادي دابا نوريكم الطريقه كيفاش كنسقي انا والطبق النهائي. الدجاج ديالنا وجد صافي، البلو ديالنا واجد، التريد ديالنا ها هو دونك راه طايب مزيان. دونك انا ما فورتوش ولكن عندكم لو شوا بغيتو تفوروا مزيان باش يشرب لكم الزول، انا ما بقاش عندي الوقت. فوالا دونك غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله نبداو نسقيو. كما قلت لكم راه رفيسه عاديه جدا، غادي نديرو الرو هنا باش ما يبقاش لنا رفيسه تبقى لنا دايره، ما تبقاش غادي نسقيو باش ما تبقاش لنا ناشفه، حيت كتبقى ناشفه. المهم الطبق النهائي هو وجد، والرفيسه ديالنا راها وجدات وراها زعما بشكل طبيعي ناتوريز، ما كاينش شي حاجه اللي هي. المهم غدا انا خاصمناه معكم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه ديالي وبالصحه والراحه لينا وبالصحه والراحه ليكم واللي كتوحم تسمح لينا. وكنتمنى الفيديو يعجبكم، والا عجبكم ديروا لي جيم وبارطاجيو مع لي جامي ديالكم، ونتلاقاو معكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.